القسم الرئيسي الأول من الثلاث أقسام المكونة لجذع الدماغ هو الدماغ المتوسط واللي اسمه ميد برين، أو ما يسمى أيضا باسم ميزنسيفالون، ومكان الدماغ المتوسط فوق البونس. الميد برين هو أصغر أجزاء البرين ستيم. بيتكون الميد برين بشكل أساسي من حزم ضخمة من النيرف فايبر تراكتس اللي هي سبل أو مسارات ليفية عصبية، وبيتم تقسيم الحزم دي لقسمين رئيسيين، القسم الأمامي اسمه سيريبرال بدانكلز، والقسم الخلفي اسمه تيكتم أو كوادريجيمينال بليت. الدماغ المتوسط بيحيط بقناة اسمها سيريبرال أكويدكت، ودي قناة بتحتوي على سائل دماغي شوكي اللي هو CSF، وبتوصل ما بين الثيرد فنتريكل والفورث فنتريكل. والسيريبرال أكويدكت بيكون موجود خلفها التيكتم، والتيكتم بتكون سقف أو السطح الخلفي للميد برين. التكتم بتتكون من أربع بروزات مدورة بيطلق عليها اسم كوليكولاي، والله اسمها كده. المهم إن الاتنين العلويين من الكوليكولاي اسمهم سوبيريور كوليكولاي، ودول مركز الانعكاسات البصرية Center for Visual Reflexes، وبينسقوا حركات العين مع الرأس والرقبة. والاتنين الكوليكولاي اللي تحت اسمهم أكيد الكوليكولاي اللي تحت Inferior كوليكولاي، ودول وظيفتهم ريلي ستيشن، يعني زي محطة إرسال واستقبال كده. لمين بقى؟ للأوديتوري باسوي اللي هو المسار السمعي، وكمان بينقلوا المعلومات السمعية للثالاموس. موجود قدام السيريبرال أكويدكت الجزء الأمامي من الدماغ المتوسط وهو السيريبرال بدانكلز، ودول عبارة عن أحزمة على شكل الحبل. في الغالب بتتكون السيريبرال بدانكلز من الأكسونز اللي هي محاور ممتدة مباشرة من ألياف الانترنال كابسول، والسيريبرال بدانكلز ممتدة من قشرة المخ لحد النخاع الشوكي. بتحتوي السيريبرال بدانكلز على منطقة غامقة اسمها المادة السوداء سابستانشيا نيجرا، ودي عبارة عن برود لاير ذات كونتين ميلانين، طبقة عريضة بتحتوي على ميلانين، وده سبب لونها الغامق. المادة السوداء دي بتنتج الدوبامين، والدوبامين عبارة عن ناقل عصبي في الدماغ دوره انه بيتحكم في نظام المكافأة في الدماغ، ده غير ان هو بيسهل الحركة. داخل منطقة التجمنتم الخاصة بالدماغ المتوسط بيكون في نواة اسمها النواة الحمراء ريد نيوكلاس، موجودة في مستوى السوبيريور كوليكولاي. الريد نيوكلاس مركبة من مسار من الياف العصب الحركي، ودور الريد نيوكلاس هو انها بتقوم بدور نقطة استقبال وارسال للاشارات العصبية بين السيريبيلم والسيريبرال هيميسفيرز، وكمان الريد نيوكلاس بتساهم في تنسيق الحركة والاحساس بالتوازن. وبرضو في جزء تاني موجود في التجمنتم وهو البري اكوداكتال جري ماتر، وده جزء بيحيط بالسيريبرال اكوداكت، والبري اكوداكتال جري ماتر بيستقبل الاشارات الحسيه اللي بتنقل المعلومات الخاصه بالالم ودرجه الحراره الى الدماغ.